أهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من آخر كلام. في هذا العدد نتناول الأحزاب السياسية في الجزائر. الأحزاب غالبا ما تظهر وتختفي، ولا تظهر إلا في المناسبات الانتخابية. أحزاب تشبه الدكاكين، فيها شيء من السياسة وكثير من التجارة. سأبحث مع ضيوفي الكرام اليوم قضية الأحزاب السياسية والانتخابات في الجزائر. أستضيف في هذا العدد بالقاسم، سيد بالقاسم ملاح، وزير سابق وأحد مؤسسي الأرندي. مرحبا بك سيد بالقاسم. شكرا على الاستضافة. وأستضيف مثل العادة مرافقي حسن موالي صحفي مستقل، وحسن وعلي صحفي بجريدة الوطن. قبل أن أفتح النقاش نستمع أو نشاهد هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش. منذ انتخابات 2017 أغلقت معظم الأحزاب أبوابها واختفى رؤساؤها باستثناء عدد قليل منها. هذا الغياب والظهور ثم الغياب على طريقة البيات الشتوي والصيفي أصبح عادة أو سنة لدى هذه الأحزاب ورؤسائها. هذه الأحزاب مثل الطيور، تظهر حسب المواسم ومن أجل التقاط الحب. إذا الحب موجود فهي موجودة، وإذا لم يكن هناك حب فلن تكون. أنسيتم بعض الأحزاب بمناسبة انتخابات تشريعية نشرت إعلانات في الصحافة الجزائرية لبيع المراكز، 400 مليون للمركز الأول، و300 للمركز الثاني، و200 للثالث، و100 مليون للمركز الرابع. بعض الأحزاب الكبيرة باعت الانتخابات بالملايير بنظام الشكارة الجزائري الشهير. بالنسبة لكثير من الأحزاب أصبحت بزنس وتجارة عيني عينك. بعض رؤساء الأحزاب لا يظهرون إلا في المواعيد الانتخابية، يترشحون فتتحدث عنهم الصحافة ثم بعد ذلك يختفون إلى غاية الانتخابات القادمة. مثلهم مثل الضيف خفيف الظل، لا يأتي إلا نادرا، وعندما يأتي لا يطيل المكوث ويختفي. الآن مقرات معظم الأحزاب مغلقة ورؤساؤها مختفون، لكنهم سيظهرون ابتداء من الخريف، وهذا تحسبا للانتخابات الرئاسية. علهم يطلبون الله أعلم ماذا، أو يعرضون وأيضا الله أعلم ماذا. هذا هو الحال 90% من الأحزاب، لكن من حسن الحظ أن هناك 10% المتبقية التي فيها بالفعل بعض الأحزاب وفيها من تشبه الأحزاب. منذ انتخابات 2017 أغلق فيها بعض الأحزاب وفيها شيء من التجارة وشيء من السياسة. قبل أن أبدأ النقاش أريد أن أسألك سيد بالقاسم ملاح، السيد أحمد يحيى الأمين العام للإيرندي منذ مدة لم يظهر بشكل واضح، ما هي قصة اختفاء سيد يحيى؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة، كما أتمنى لك ولطاقم هذه القناة، هذا المولود الإعلامي الجديد، أن يكون إن شاء الله بشرة خير في مجال الإعلامي خاصة، وأن حتى اسمه الحياة. شكرا. والحياة على بالك عندها عدة معاني، إن شاء الله تكون في الطليعة. أما إذا كان حبيت تسقسيني على سيد أحمد ويحيى كوزير أول ولا كأمين عام، أنا كوزير أول، أنا في الحقيقة أريد أن أسألك عنه كشخص. لأنه هناك بعض الأخبار تداولت، تم تداول مؤخرا بأنه مريض إلى آخره، نتمنى له إذا كان مريض الشفاء، يعني الشفاء، ونتمنى له الصحة والعافية. لكن نريد أن نعرف، وهو رئيس الوزير أول أو رئيس حزب من بين الأحزاب الكبيرة في الجزائر، خير يعني؟ والله بصحة جيدة، مريض؟ أنت تحب الصراحة، أنا أكيد لم ألتقي، لا نريد إلى الحقيقة، أنا ربما حوالي 6 أو 7 شهور يعني ما نيش نتلقى معه. أولا اثنين، هذه المعلومة تاع مريض مش مريض ما نقدرش نأكدها ولا ننفيها، ما نيش طبيب الخاص تاع ويايا. ثلاثة، غيابه على الساحة السياسية، ربما راح يعقد المجلس الوطني في يوم السبت، ما الجديد، أنا مانيش عضو مجلس وطني. اثنين، ربما قلة الخرجات نتاعه أو حتى ظهوره إعلاميا. الكل يتساءل، أنا أولا كمناظر نتساءل وكمواطن نتساءل، من مؤسسي الأرندي ومناظر الأرندي. اسمح لي أن نرجع للأحزاب السياسية. أحزاب سياسية سنعود إلى ذلك، فقط نريد معرفة الدخلاء وضعية أحمد يحيى فقط. لا الدخلاء عن الأحزاب بعدتنا على الحزب وبعدتنا حتى على يحيى. سيد بالقاسم، يعني سؤال بسيط قبل أن نفتح النقاش، يعني سيد يحيى قال قولة مشهورة في الفترة الأخيرة، قال أنه جلدي أصبح مثل جلد التمساح، يعني ما يحسش من حجم، مثل ما قال هو، الانتقادات التي توجه له. يعني في رأيك، هو تعرض مؤخرا إلى عدة انتقادات من الأمين العام الأفلان من جهات مختلفة، لماذا لا يرد؟ يعني هل جلده أصبح مثل التمساح أم هناك سبب آخر؟ شوف، شخصية العمومية ولا مسؤول حزب ولا وزير ولا
من المفروض يتحمل كل الانتقادات لان او شخصيه عموميه غدوة كيروح لدارو ربما دروك جلدو كتمسح كيروح لدارو مع البيش باش الجلد نتاعو يتحول. انا من جهه اخرى انا ربما تسالني على الحياه السياسيه اللي اصبحنا من 1989 كل احزاب سياسيه بما فيهم حزب الموالاه ولا حزب المعارضه عينا نخلقوا مناضلين حقيقيين سياسيين، خلقنا موظفين وخلقنا ناس دخلاء على الحزب. المناضلين الحقيقيين الان غير موجودين اللي حاملين رساله، اصبحت الاحزاب السياسيه على مجموعه نتاع رجال اعمال نتاع تجاره نتاع مصالح، وخلقنا الموظف السياسي اللي يستنى المواعيد. ربما تقريرك هذا وتقرير شامل وتقرير ممتاز، لان الجزائر اصبحت الان عندنا احزاب نائمه واحزاب مناسباتيه، ونصنفوا الاحزاب الاخرى نتاع المدهنات السياسيه والمجاملات السياسيه نتاع المواعيد يعني تاع القصعه. طيب هذا الشيء هذا اسمح لي برك نكمل الفكره تاعي، هذا الشيء هذا خلى عديد كبير من المناضلين الحقيقيين ينفروا من الاحزاب السياسيه، والان اصبح كل اصحاب المال اصبحوا في البرلمان، لان هذا شيء خطير يعني في المستقبل باش يتكلفوا بالتجاره تاعهم والامور تاعهم. واصبحت المواعيد الانتخابيه موعد تجاري، موعد تجاري، شكون يكون تادو ليست؟ انت راك هضرت في التقرير تاعك كيفاه الاخر، هذا شيء غريب. الحياه السياسيه لازم يكون عندك مناضل سياسي اليوم يكون في القمه وغدوه يكون مناضل بسيط. انا كنت عضو مؤسس وكنت عضو قيادي ودرك انا مناضل والناضل حتى ندي بلاصه ويحيى ان شاء الله 20 سنه من بعد. حقك كمناضل طيب حسن موالي، يعني توافق انت الكلام بانه كثير من الاحزاب اصبحت مثل الدكاكين، يعني فيها شيء من التجاره، شيء من السياسه، وقليل من شيء من البزنس وقليل من السياسه، توافق انت على هذا الكلام؟ ليس فقط اوافق ولكن اثبت هذا الكلام، هناك كثير من التجاره والقليل من السياسه. انا اوافق سي بلقاسم عندما يقول ان رجال السياسه اصبحوا موظفين، لا نحال يعني الاحزاب السياسيه هي الان يحكمها يعني ليس مناضلين ولكن موظفين كلهم يصبون الى تبو يعني مكانه في هرم السلطه، مثلا في الاداره العموميه، واحد حب يولي ديبوتي، واحد حب يولي وزير، حب يولي والي، يعني خاصه فيما يخص الاحزاب، احزاب ما يسمى باحزاب الموالات، الافلان والار ان دي. لماذا الموالات؟ أنا حتى المعارضه يعني بغض النظر عن الموالات ودون تفرقه بين الطرفين، لماذا مثلا تقول انه في الموالات حابين يولوا وزراء وولات ومناصب، وفي المعارضه يعني في المعارضه شيء اخر الشعب يعني في رايك؟ في المعارضه شيء اخر، اولا نعم. لان في احزاب المعارضه ليس لها اموال طائله مثل ما 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 ما, ما يمكن ان يكفله حزب من السلطه، ولكن هذا لا هذا لا يمنع ان نقول ان بعض الاحزاب المعارضه يعني حتى ان المراتب في اللوائح الانتخابيه تباع وتشترى، كلنا نتحدث في صحافه على يعني تدوليست 2 ملايير 3 ملايير، يعني شيء واقع، يعني هذا تفسخ سياسي. انا اظن انه تحصيل حاصل لكل المنظومه السياسيه الجزائريه، الاحزاب السياسيه غير ممكن ان ندرسها بمعزل عن السياق العام، السياق السياسي الذي يشجع مثل هذه التصرفات، مثل هذه الأعمال المشينة والتي يعني تبعد الناس عن السياسة. لذا يعني لو لاحظنا أن حتى الخطاب السياسي، خطاب الدولة أو الخطاب السياسي بصفة عامة، يعني كأنه يشيطن العمل السياسي بحد ذاته. أون أرجيري أون ديابوليزي أن تي بو لا براتيك بوليتيك، أشاك فوا يقولوا ما ديرناش سياسة. C'est comme si c'était un défaut de faire de la politique. Alors que normalement, نشجعوا كل الجزائريين أن يمارسوا السياسة في الجامعات، في النقابات، في كل المستويات. إذا أصبحت السياسة الآن وسيلة لتبوء مراتب في سلم الإدارة العمومية أو كسب المال الكثير، لأن دخول المال الوسخ بين قوسين للسياسة عكر الأجواء، عكر الأجواء. لذلك يعني كل الانتخابات تنتهي بعزوف كبير يصل إلى 70 أو 80% من العزوف، لأن المجتمع الجزائري رغم كل ما يقال عنه هو يعني في درجة من الوعي السياسي كبيرة جدا.
قبل أن أعطي الكلمة إلى حسن وعلي أريد أن أتدخل في الموضوع. يعني بغض النظر عن هذا الجانب هناك قضية أخرى أكثر خطورة يعني وهي الجانب التجاري في القضية. شفنا في 2012 مثلا أحزاب سياسية تنشر إعلانات مبوبة يعني مش مبوبة لكن إعلانات على مساحات كبيرة في بعض الجرائد الكبيرة تعرض فيها المراكز الانتخابية. قال المركز الأول ب 400 مليون، المركز الثاني ب 300 مليون، المركز الثالث 200 مليون إلى آخره. وهذا على مرأة من يعني على مرأة من العدالة، والعدالة للأسف لم تتحرك. إذا كان العدالة ما تحركتش في هذا الموقف متى تتحرك؟ لأنه الحزب أصبح مثل الدكان يعني جيب سلعة وبيعها. عفوا، ليس فقط في 2012، في 2017 سمعنا بعض مسؤولي الأحزاب يبيعون ويشترون. أحزاب كبيرة يعني باعت مراكز الأولى بربع ملاير وثلاث ملاير، وبعض الأحزاب حسب قرينا في وسائل الإعلام باعت بالعملة الصعبة بلورو. ومعلومات يعني تقريبا لا أقول رسمية أو غير رسمية لكن معلومات ثقيلة يعني جدية. ومصالح الأمن، من حسن الحظ أنه مصالح الأمن حسب ما سمعنا يعني قامت بدورها وألقت القبض على بعض التجار الذين يبيعون ويشترون. لا أدري هل العدالة دخلت في الموضوع أم لا، ونتمنى أن تقول لنا العدالة. مثلا يعني قضية ابن جمال ولد عباس مثلا أين وصلت يعني القضية؟ هذا الكلام نشر في الجرائد وتكلم على ألاف الأوروهات. صحيح يعني هل صحيح أم غير صحيح؟ لا نعرف. وأنا لا أتطرق إلى هذه النقطة، ولكن السيد ولد عباس قال بأنه لا يوجد ملف ابني لدى العدالة. هل صحيح العدالة ما طرقتش إلى هذا الموضوع؟ أنا لا أعرف. نتمنى من العدالة أن تقول للرأي العام الجزائري ما هي الحقيقة، ولكن معلومات نشرت بأنه ابن السيد ولد عباس تم توقيفه متلبسا في هذه القضية، وهذه خطيرة جدا. لأنه اللي يحب يدير تجارة يقدر يدير حانوت أو يدير متجر أو مصنع أو شحناش. لذلك قلت لك المشكل في الدولة ليس في الأحزاب السياسية. يجب على الدولة الجزائرية أن تضع ضوابط أخلاقية وضوابط قانونية للحلول دون وقوع مثل هذه التجارة. عفوا حسن، لماذا لا يطبق؟ نعم، لماذا هناك لا يطبق؟ قانون يعني نحن لسنا بصدد توجيه اتهامات، ولكن لما إذا فعلا تم ضبط شخص بصدد بيع المراكز الانتخابية فيجب أن تدخل العدالة. لازم يخلص. اللي يحب يدير تجارة يدير حانوت أو مصنع أو مزرعة أو يلعب الرهان الرياضي أو لا أدري، ولكن السياسة يجب أن تبقى نبيلة وتترك لأهل السياسة. يجب أخلاقة السياسة. نعم، الفو مثل ما قال يجب أخلاقة السياسة وعدم شيطنة العمل السياسي. حسن وعلي، أنت توافق هذا التوصيف الذي يطلق على الأحزاب السياسية بأنها دكاكين معظمها مش الكل؟ من حسن الحظ أنه بعض المناضلين، بعض الأحزاب اللي فعلا هي أحزاب وتعمل لصالح العام، غالبية الأحزاب توصف بأن دكاكين تسعى إلى البزنس. توافق أنت على هذا التوصيف؟ ربما الحكم فيه نوع من القساوة، حكم قاسي جدا على الأحزاب، رغم أنه فعلا هناك سلوك سياسي نلاحظوه منذ سنوات لا يعبر عن العمل السياسي بمفهومه النبيل. لأنه كما قال السيد بلقاسم الملاح أنه هناك دخلاء على الأحزاب. ليس فقط هناك دخلاء على الأحزاب، لأنه ربما يعني بشكل عام الحزب السياسي في الجزائر يعيش في بيئة سياسية لا تساهم على التطور، على قيام أحزاب قوية مؤسسة على أفكار، على برامج، على مناضلين ومناضلات حلمهم هو بلوغ الحكم من أجل تطبيق البرنامج، وهذا عادي جدا. المشكل أنه في منذ على الأقل منذ التعددية الحزبية أنه الأحزاب تعيش أزمة تعبر عن أزمة شاملة، مثل الأزمات اللي تعيشها النقابات، مثل الأزمة اللي تعيش مختلف القطاعات. يعني فبالتالي المجتمع الجزائري ككل مجتمعات بحاجة إلى حزب سياسي، إلى أحزاب سياسي يعبر عن الممارسة الديمقراطية في البلاد بشكل عام. ولكن نعتقد أن المناضلين في الأحزاب ليسوا صناع سوني با دي فيزور دو ميراكل، ليسوا صناع المعجزات. هم أشخاص مثلنا نحن، ربما يحملون قناعات، ينخرطوا في حزب سياسي يدفع القناعات عن أفكار. ولكن للأسف أنه ممكن لوم الحزب السياسي وعنده مسؤولية كبيرة في التدني للممارسة السياسية في الجزائر، ولكن بشكل عام المناخ البيئة السياسية بشكل عام في البلد لا تمكن، لا تسمح
على بروز أحزاب سياسية قوية فيها مناضلين ومناضلات، لأنه شفنا مثلا قال حسن كلام مليح، يقولوا واحد يمارس السياسة يقول له راك تخلط، وكأنه العمل السياسي عمل سلبي، ولكن بالعكس العمل السياسي هو تربية توعية المواطنين، سي لا كونسيونس دو لا سوسيتي، تخلي هذا الشيء اللي يخلي ممكن المجتمع يكون عنده الحصانة. فبالتالي حسن بشكل حسن وعلي عفوا، يعني انت تتحدث عن احسب وكاننا في جمهوريه افلاطون. لا لا لا، يعني لحظه بعض الاحزاب، ممكن انا ساترك لك المجال، يعني بعض الاحزاب تطرح نفسها بديل للسلطه ولكن تقوم بممارسات، يعني اسمح لي على على التعبير، افظع من السلطه. انا متفق معك، مثل ما يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. عفوا انا متفق معك، انا جيك لحظه وساترك لك، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك ان فعلت عظيمه. يعني بعض الاحزاب المعارضه التي تنتقد السلطه في مثلا المحسوبيه والرشوه والفساد الى اخره تقوم بنفس الشيء. هناك جهوية في الأحزاب، هناك معرفة في الأحزاب، هناك ديكتاتورية في الأحزاب، صحيح. هناك فساد، هناك فساد، هناك رشوة، هناك هناك هناك، ولا توجد برامج وقناعات، ولا توجد حلول لأزمات الجزائريين. كيف نحمل السلطة ضعف هذه الأحزاب وفراخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإيديولوجي إلى آخره؟ ربما الطرفين يتحملون مسؤولية الوضع المتدني للعمل السياسي في الجزائر. السلطة ما يمكنش الأحزاب السياسية من أن يكون لها المساحة لممارسة العمل السياسي، لما مثلا منذ على الأقل منذ 1997 قبل بعد انتخابات الملغاة تاع 91، أنه نفس الأحزاب تفوز بالانتخابات والجميع يعترف أنه انتخابات مزورة. الحزب لما يكون في عمره 20 سنة 30 سنة 50 سنة ربما أكثر ما تمكنش باش يوصل للحكم من أجل تطبيق المرجمش تاعو، يقضي على الحزب يزول. مسؤولية السلطة في هذا المجال، ولكن مسؤولية الأحزاب. أنا جايك ممكن صدق. أنا انتقاد الأحزاب السياسية حتى المعارضة، أنا انتقد أكثر أحزاب المعارضة لأنه هي المطلوب منها أنها تقدم بديل. المشكلة الأساسية عند الأحزاب المعارضة أنا ما قامتش بقطيعة مع السلوك السياسي السائد منذ 62، وكأنها أعادت إنتاج نفس السلوك نفس الخطاب السياسي. نحكي مثلا، نأخذ مثلا حزب الأفافاس، حزب تاريخي، حزب معارض، ولكن شيئا فشيئا تخلى عن ممارسة السياسة. لما مثلا في 2014 انتخابات رئاسية، موعد سياسي مهم، الحزب ما تكلمش، ما داش موقف على في هذا المناسبة السياسية المهمة. أولا هو التقصير بالنسبة للمناضليه، المناضل تاع الأفاس ما على بالهمش واش يكون موقف تاعهم. يعني وصلنا الى الدرجه ان الحزب السياسي تخلى عن ممارسه الحزب السياسي. ممكن ندخلوا مره اخرى اذا قطعتك، لانه ايضا الحزب اذا لم يكن متجذر وموجود هنا في الجزائر، هنا لا يمكن ان يعارض ويقدم بديل. هو الأحزاب يعني الأفافاس، انا ما قلت الأفافاس، ممكن نحكي على احزاب اخرى. يعني انا اذا نتحدث عن الأفافاس، وانا احترم كثير المرحوم أيت حمد، ومجاد ومناضل ورمز من رموز الجزائريين، الثوره الجزائريه وايضا التجربه الديمقراطيه في الجزائر، لا يمكن ان تمارس السياسه والمعارضه وانت في لوزان او في جنيف والمشاكل تاع الجزائريين عايش، يعني عايشينها هنا بقسوه وبدموع وألام. خلتني ننتقد لافافاس وانت رحت لايت حمد، خلي برك نقول حاجه. لا لا لا، ربي يرحمه، ما نحكيش على اشخاص، ولكن اسمع، ممكن اوكي داكور، كان ممكن غياب ايت حمد عن الجزائر وعن الحزب تاعو خلى الحزب يعيش ازمات، ولكن اسمح لي، ماذا يمنع؟ ما سمعنا ولا هو توفى ايت حمد، ماذا يمنع لافافاس من ان يطرح نفسه بديل؟ لا لا، يطرح بدائل، ولكن ما عندوش قوة في التأثير. ربما تخلى على بعض الأفكار اللي كان حاملها بدون أن يعطي تفسيرات للمناضلين والأتباع والمناصر. نفس الشيء ينطبق على الأحزاب، العدة أحزاب. ولكن أيت حمد، خليني برك نقول هذه، ما نخليهاش تفوت. تفضل. كي أيت حمد كان منفي، ما سمعناش بزاف الجزائريين يقولوا الشخص هذا ثوري وتاريخي ومنفي وما عندوش العقيدة البلاد. لا قلناها، لا 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 لا، يعني لا يمكن أحد أن ينكر، وأنا حصل لي الشرف أنني تحاورت مع، جريت مقابلتين مع السيد أحمد في 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 الخارج. يعني لا أحد فينا الجزائريين يشكك في السيد حسين أيت حمد. سي حناشي، نعم، الحق يقال، يعني نعم، في أخبار الثامنة على التلفزيون الوطني
تم انتقاد أيد حمد بطريقة ذريعة وحتى أنه خوّن في للأسف يعني هناك الاكسيدزاز مبالغة يعني مبالغة تقعر، هذا في اللغة العربية يسمى التقعر، لما يمكن أن ننتقد أيد حمد أو ننتقد غيره ولكن يجب أن نخوّنه ونتهمه. أيد حمد بكل صراحة حسب نحكيش على فوق هذه الاتهامات، نتكلم عن كل الجزائريين والمراضيين، يجب أن لا نخوّن المعارضة، من حق المعارضة أن تعتقد السلطة ولا يجب أن نخوّن السلطة أيضا. هذه واحد يكون في الحكومة واحد يكون في المعارضة. تركني يا حسن معالي أعود إلى سيد بلقاسم، لا أتكلم عن الأرندي. الأرندي متهم بأنه حزب ولد بشلاغمو كما يقال، وولد وهو موجود في السلطة، يعني لم يحدث هذا في العالم. كل مناضلين الأرندي، وانت كنت واحد من المؤسسين، موجودون في دواليب السلطة. لا يوجد مناضل شعبي بسيط في الأرندي إلا نادرا، يعني لأنه لما تأسس الأرندي في وقت سيد بتشين وفي وقت سيد زروال وجد وهو موجود في السلطة. يعني أنتم كيف تقيمون أو تصفون هذه الانتقاد التي توجه لكم بأنكم حزب تاع السلطة وحزب تاع الإدارة وحزب تاع الإطارات وحتى المسؤولين؟ لا يوجد بينكم شباب بطال، لا يوجد بينكم مناضلين حقيقيين في الشارع، كلكم في الإدارة وفي السلطة وعلى مستوى عالي من المؤسسات. والله تعطيني وقت يا أخي، تفضل، ما تقطعنيش. لا أقاطعك ولكن لا تأخذ كل الوقت لك، لا تحتكر الكلمة، تعطيني الوقت بإمكانكم حسنين أن تقاطع. العمل السياسي، العمل السياسي اللي يحب يدير السياسة، السياسة أول أخلاق ومبادئ ومواقف. إذا ما عندك شهادة ما تروحش تمارس السياسة، روح مارس كما قلت أنت، دير دكان تجارة. نرجع فيما يخص الأرندي، أنا كان عندي ربما محظوظ سنة نهاية 96 دخول 97، كان ربما السلطة آنذاك ولا جهات معينة لإنشاء حزب سياسي. هذا الحزب السياسي هذا في 97 ما زادش باش لغمه، لأن كاين المنشئين وكاين المؤسسين. المنشئين للحزب كاين تنظيمات موجودة آنذاك، هذه التنظيمات كانت مجذرة في الولايات كامل، فيها 6 تنظيمات، ولاد الشهداء والمجاهدين، يعني كنت فيل بالهدف تنظيم ديرونا. لا ما تقطعنيش، برك نعطيك، لا أقطعك، أنا برك أتدخل حتى أعطيك الصورة، أعطيني الوقت اللي نقدرنا. المجموعة هذه ممكن اتصلت بمجموعة، درنا حزب، أسسنا حزب كان أنا ذاك يشرف عليه مع سي نورمال الرئاسة والفضل الكبير في وش اسمه سي بتشين آنذاك. كان الرئاسة تنشئ حزب عربي، يعني لا معليش، معقول كان الأفلان في السلطة، كيف الرئاسة وجنرال يعني هما الذين لذان ينشئان حزب، يعني شيء لا يدخل العقل. يعني لا، كان ظرف آنذاك مجموعة معينة، أنا ما تدريش تقول لي أوتونك جنرال، كان مستشار للرئيس، الرئيس زروال آنذاك ربما كان حتى حاجة أنا نقولها لك وأنا مسؤول على كلامي، وربما الحصة يشوفها سي زروال، أن كان التجمع الوطني وأضاف زروال الديمقراط. نحيوه بالمناسبة، لأن تأسيس الأرندي ما جاش هكذا، كاين مجهودات اللي دارت. أنا العيب ذرك على الأرندي أن بعض من التأسيس تاعه حتى 97، وأنا ذاك ربما الزملاء الصحفيين يشاطروني وأنت تشاطر لي، أحسن برلمان كان 97، أحسن برلمان، يقال عليه ما يقال، ولكن البرلمان 97 ما فيهش الكوميرسية، ما فيهش تجار، لا ما فيهش فضل الأرندي. احنا خدمنا مع جماعة لفافاز، جماعة الرشيدي، كان مجموعة لبس بها مناضلين مستوى. وحتى أننا تعلمنا منهم، وهذا ما ننكروش كسياسيين تعلمنا. الآن فيه تجار فقط؟ لا، الآن أصبح الأرندي، يعني قلت لك في 97 كاين زوز اللي لبس بهم عندهم دراهم، هذا زعيم تاع بليدة يسمح لي نذكر اسمه، ومهري جلالي، أما الباقي كان مناضلين حقيقيين. والآن الآن أصبح حتى المنسقين، المنسق تلقاه تاجر، لأن البعض يأتي الأرندي اللي الحصول على منصب مثلا نائب، النائب الآن أصبح من أجل أول محافظة على المكاسب تاعه، وأيضا تكوين. إذا كنت لقيتها مثلا عندنا حاليا من 97 نواب في البرلمان تاع الأرندي، عمرهم ما هدروا، عمرهم ما قدموا اقتراح، ولا كيشغل وظيفة عمومي، ولات الوظيفة، ما ولاش العمل النيابي هو الدافع، هو اللي يجيب برنامج، هو اللي تقدم اقتراحات، لأن النائب في البرلمان عنده موندا ناسيونال، عنده عهدة وطنية، ما راحش باش يقوم هو يقترح قوانين. أنت كي تشوف حاليا نائب يستنى وقتاش يستقبلوا الوزير، هذا موش نائب. ما المفروض أن النائب هو اللي يستدعي الوزير، هو اللي يناقش الوزير، يراقب عمل الحكومة، يراقب الحكومة. أصبح الآن أن النائب
ولا يروح عند الولايه انه يستنى في سال داتون. من المفروض لا، ماهوش عمل تاعو، العمل تاعو النائب. ما المفروض كاين قضيه، كاين حدث، يطرح اسئله شفويه، يستدعي جهاز الحكومه الوزير الاول للمناقشه. العمل البرلماني في الجزائر سواء في سيناء يعني اذا حتى نشوفوا قضيه التنافي مع العمل. واحد عنده مؤسسه تجاريه، يوم انه ينتخب ما يزيدش يمارس العمل التجاري، هذا دستور، هذا مش داروا من لاح ولا داروا واحد اخر، قانون التنافي هذا ما يحترموش. مؤخرا انا تبعت النظام الداخلي للمجلس، النظام الداخلي للمجلس على ما صوتوش عليه، على ما صوتوش عليه، تم تأجيله، لأن علاش المصلحة الشخصية أو المصلحة الذاتية أصبحت تطغى على النضال. درك إذا كنت عندك مناضل في حزب ما، شوف أصبحنا، أنا قلت لك على الأول منذ تأسيس الأحزاب السياسية أو منذ التعددية ما قدرناش نخلقوا مناضل حقيقي حامل الرسالة كما قال أخويا حسن. علاش ما خلقناش مناضل؟ لأن أصبح هذا المناضل أقصي المناضل، أبعد المناضل، وأتوا بأصحاب الذين يملكون أموال من أجل كل الأحزاب السياسية بدون لان علاش يقول لك هو اللي يدير لي الحمله الانتخابيه، هو اللي فينونسي لي الحزب، هو اللي يدير لي. حتى حاليا في السيناء هاي جايه الاحزاب ما تبحثش على مناظر باش يديروا باش ترشحوا مجلس الامه، تبحث على صاحب المال باش ترشحوا باش تضمن مقعد لها، لان ما ولاتش الاحزاب السياسيه يعني نوعيه المنتخب ونوعيه المناظر يحسبوا عدد الاصوات كيما في ماتش دو فوتبول ربحت بثلاثة وأربعة، ما يقولكش أنا عندي 10 نواب وهذا النواب يحملوا الرسالة الحقيقية تاع لاراندي ويروحوا بعيد. هل يعقل يا سي حناشي أن تلقاه 5 سنين ديبيتي في الأرسيدي، 5 سنين ديبيتي في حماس، 5 سنين ديبيتي في حزب آخر؟ هذا مش مناضل. أنا شتهم من اليسار اليمين، ربما اليوم تلقاه في الفلان وغدوة يتغير كومبليتمون لجهة أخرى. احنا الآن في الجزائر صرات لنا كيما الجمعيات ذات الجمعيات العادية، عندنا 90,000 جمعية في الجزائر، ولكن هذه الجمعية تستنى إلى لا سيفونسيون تاع الدولة، الدعم الدولة، والدعم حتى الدولة. الحكومة الآن الحكومة تقول بأن الجمعيات ما تقوم حتى بدور وتأخذ الأموال فقط. أنت إذا حبيت تبني 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 حاجة قوية، كي تكون عندك معارضة قوية، ما عندناش معارضة قوية، ويكون عندك إعلام قوي، تقدر تكون عندك سلطة قوية. هذا هذا هذه معادلة. إذا ما عندكش اليوم معارضة قوية وما عندكش اعلام قوي، حتى في بعض الاحيان الاعلاميين حاليا، نقول لك حاجه، اللي راهم يمارسوا السياسه حاليا واللي راهم يمارسوا المعارضه حاليا هما رجال الاعلام. انا ما شفتش انا حزب سياسي قضيه ما تطرق لها. وكتاش يطرقوا الاحزاب السياسيه؟ ماتش دو فوتبول باش يدير شعبيه، حاجه مثلا واحد ما، ولكن عفوا ولكن اصبحت هذه الدكاكين اللي تقول عليها، انا نسميها ثاني دكاكين، اصبحت تعمل الى بالويكاند. انت الويكاند يعني كان تاع ويكاند وكان تاع ويكاند ومناسبتي، انت كانت عندك شجاعه لتنتقد الاحزاب السياسيه، وانا ساحاول ان اكون شجاع، وانا ايضا انتقد، عفوا انتقد حتى حزبي، انا حزبي ايضا انتقد القطاع الذي اسمح له، انا حزبي السياسي اللي نظرنا من اجله. نعم. يعني نبعد هكذا كل مناضلين، كان عندنا 25 وزير من احسن وزراء نتاعنا كامل ابعدوا، احسن مناضلين ابعدوا، مؤسسين ابعدوا، دخل اصحاب المال هما اللي خلاو. ما ندخلهم سي بالقاسم بصراحه، يعني ما ندخلهم. شوف هذا بقرارات سياسيه فوق، لا يعني لا حتى مش لا سي بالقاسم، عفوا كما التضامن هذو مجموعه المال، عندما يدخلوا 5 يجيبوا 10 20. طيب. لانه واش الهدف تاعو غدوه كي يكون في البرلمان، على بالك باللي 20 نائب يقدر يغير القانون. هما عندهم اهداف ماهوش نتاع اليوم. انا شوف، انا ما عنديش المجاملات، انا ما عنديش المجاملات السياسيه ولا المدهنات. انا تمنيت اصحاب المال يستثمروا ويديروا شركات ويخليوا السياسه للسياسيين ويخليوا المال اصحاب المال. عفوا انا عندي وجهه نظر انه رجال الاعمال اذا كانوا عندهم ميولات سياسيه منذ القدم من حقهم يدخلوا السياسه. هذا نسميهم انا لي زونسيان بوفر، هذو سي دي زونسيان بوفر، الاغنياء الجدد، الاغنياء الجدد. طيب انا في رايي وهذه موجوده في كل دول العالم، انه رجل الاعمال اذا كان مهتم بالشان السياسي منذ القدم من حقه ان يمارس السياسه. طبعا انت كان عندك شجاعه لانتقاد
حزبك الارندي، انا ساحاول ان اكون شجاع مثلك وانتقد القطاع الذي انتمي اليه، واقول لك انه كثير من وسائل الاعلام اصبحت دكاكين، ايضا بعض الصحفيين وكثير من الصحفيين يستغلون المهنه للحصول على اموال وللبزنسات وامتيازات والشونتاج الى اخره، هذا يجب ان نعترف به. وانا متفق معك لانه اي سلطه في العالم او اي دوله او اي حكومه عفوا باش تكون قوية يجب أن تكون عندك معارضة قوية وتكون عندك صحافة قوية ويكون عندك برلمان قوي ويكون عندك نقابات قوية، استدير عندك البوفوار إلى كونتر بوفوار، استدير حتى يكون هناك توازن. أما إذا كان السلطة تضعف أو إذا كانت المعارضة ضعيفة والإعلام ضعيف والقضاء ضعيف والبرلمان ضعيف فتنهار المؤسسة الدولة تسلط. أنا متفق معك في هذه النقطة. حسن موالي، أريد أن أطرح لك سؤال، يعني بعض الأحزاب مغلوقة مثل البيات الشتوي، يعني تفتح خلال الانتخابات شهرين قبل الانتخابات أسبوع واحد بعد الانتخابات ممكن وحدة تفاوض وحدة بزنس وحدة تطلب وحدة تبيع وحدة تشري، بمجرد تنتهي الانتخابات عفوا تغلق الأبواب، ولو الآن تروح ترفت كاميرا وتصور مقرات الأحزاب بيصير سبعة ولا ثمانية كلها مغلوقة، المعروفة اللي مفتوحة الآن تسيب الأفلان والآلاندي وحمس البي تي لفافاس نوعا ما لو ار سي دي عفوا اتركني، ولكن مقرات مقرات مفتوحه فيها الى الحال في العاصمه، ممكن طلع الحريات ممكن جيل جديد، يعني بعض الاحزاب اللي تحاول تجتهد، كل الاحزاب مغلوقه يعني لا حتى الحارس ما عنده مكان، ولكن في هذه الحاله الدوله او لا يمكن تطبيق القانون على هذه المقرات الفارغه يعني التي لا ليس لها مناضلين او نشاط الى اخره. انا نمشي نعود الى نفس الفكره التي دفعت عليها منذ قليل، الدوله لا اقول الدوله ولكن اقول السلطه يعني حكومه شيء يعني اخر حكومه السلطه هي التي ارادت هذا الوضع، هذا الانحطاط يعني السياسي، لان كيف؟ اضعاف المعارضه هو استقواء للسلطة الحالية، لو أرادت السلطة أو الدولة بين قوسين أن تقضي على هذه الممارسات المشينة للحياة الديمقراطية في بلد محترم لا تغيرت الأحوال. نعود لك لقضية سانتيور سيكوريتي، إلا سوفي يديروا 200 ألف ولا 150 ألف اللي زارجين قاعد يديروا سانتيور سيكوريتي، حسن سي لا ميم شوز. حسن لا حتى عفوا الوقت المخصص لهذا الجزء انتهى ويقولون لي أن يجب أن نحترم الوقت. فقط قبل أن نخرج إلى هذا الفاصل، يعني تعتقد أن السلطة هي التي طلبت من بعض رؤساء الأحزاب، لا أريد أن أذكر أسماء، أن يكونوا هكذا يعني مثلا ضعاف غيبين إلى آخره؟ أريد أن أسمع منك الجواب، ولكن بعد هذا الفاصل إذا سمحت لمشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدي الكرام، نواصل النقاش في هذا العدد الجديد من كلام آخر. توقفنا قبل الفاصل معك حسن والي، هل تعتقد أن السلطة هي التي طلبت من بعض الأحزاب الغائبة التي لا تنشط وليس لها مناضلين وغالق المقرات تاعها أن تقوم بهذا السلوك؟ هي هيئت كل الأوضاع لتكون هذه الأحزاب على ما هي الآن. كيف يعني؟ مثلا عدم سن قوانين التي تعاقب مثلا الأحزاب التي تغلق مقراتها مثلا، أو هذا نونو، هذا يكون قرار إداري تعسفي، ما تقدرش الحكومة أو الإدارة أنت تغلق مقر حزب لأن المناضلين ما يشتغلوش، هذا يكون قرار تعسفي. لا يمكن، عفوا القانون يعاقب الأحزاب التي ليسها لا تعقد مؤتمر وعندها شيء آخر. هذا شيء آخر، أعطيك مثال، هذا شيء آخر بالضبط، صلاحية وزارة الداخلية أنها تسهر مثلا مدوامات. أنا أريد أن سأعطيك الكلمة حسن وعلي. يوجد حزب، أنا لا أريد أن أسمي أو أشخص، يوجد حزب مثلا أعلن عن ترشيح رئيسه للانتخابات الرئاسية بدون عقد، لا مؤتمر ولا لجنة مركزية، هل وزارة الداخلية يجب أن تتدخل فورا
في هذه الحالة أم لا؟ بطبيعة الحال، بطبيعة الحال الدولة هي التي تسهر الدولة على تطبيق النظام الداخلي والقانون الأساسي للأحزاب. الدولة تسهر على احترام القوانين. عندما تفشل الدولة أو لا تريد لسبب أو لآخر تطبيق القانون على الأحزاب، كل الأحزاب ليس فقط أحزاب المعارضة، لأن نحن نتكلم عن المعارضة ولكن حسب كل الأحزاب، حتى أحزاب لو تروح مثلا بلك تروح الباتنة تلقى حزب مقر حزب الأفلان مغلوق، نفس الشيء في الجزائر. صحيح معظم الأحزاب يعني مقراتها مفتوحة، رغم أننا مثلا يمكن أن نجد حارس أو حارسين، ولكن في الجزائر العميقة الأحزاب السياسية كلها تقريبا لا تشتغل إلا موسميا عندما تكون الانتخابات. إذن هذا حكم عام بالنسبة لكل الأحزاب السياسية. ولكن فيما يخص المعارضة أظن أن الدولة هناك عقلية الحزب الواحد من بكري، كل تقريبا كل الأحزاب عندهم شوية عقلية الحزب الواحد، يعني نيريتاج، يعني نيريتاج دي براتيك بوليتيك إرث سياسي. كل رئيس حزب معارض عقليته وانا تسلو كوبورتمون تاع قال فهمك حاجة لو تعطينا القوة في الجزائر. اسمع اسمع احنا هنا الغلطة وين في الأحزاب السياسية؟ نعارض أشخاص ولا نعارض برامج. احنا اصبحنا نعارض الشخص كشخص، لان اذا كان اليوم تعارض برنامج قال برنامجك مليح ولا مش مليح، وحتى المواطن وش من برنامج عنده حاليا اللي يتبعه، والأحزاب السياسية الحالية الموجودة بما فيهم المعارضة والسلطة، الأحزاب الموجودة في السلطة ولا الأحزاب أنت على المعارضة، إذا كان عندك معارضة نائمة ولا تدخل في أي حدث حتى في أبسط الأشياء اللي تهم المواطن ما تديرش. هل شفنا حزب سياسي هاليام زيادة في الأسعار، زيادة في هذه دار كونفرنس، من تكلم على الكوكايين مثلا؟ عفوا 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 غياب تام، يتكلم على قضية الكوكايين، كيكون الغياب التام، كيكون الغياب التام حسن واحد. اسمع لي، كيكون الغياب التام نتاع الحزب السياسي هنا السلطة سي نورمال تكون قوية. حزبك أنت بالقسم الله غائب، نعطيك مثال. أنا قلت خايف حتى الأرنت غائب. لحظة لحظة مثلا خليني اتركني اتركني أطرح لك سؤال. أنا ما نعرفش المداهنة. لحظة لحظة أنا أظن كنت أروح البن عكنون ما تلقى حتى واحد. لحظة حتى نعم بالضبط. يعني مثلا الآن الأمين العام للأرنت أو رأي الوزير الأول محترمنا ليه كمسؤول يعني في الدولة يقوم بتطبيق برنامج رئيس الدولة، رئيس الدولة هو رئيس الأفلان، ولاحظنا أنه الأمين العام للأفلان سيد العباس باستمرار ينتقد سيد ويحيى، حتى رئيس الجمهورية يقوم بإلغاء بعض القرارات الشعبية التي يتخذها ويحيى، ولا أحد فيكم أنتم يتكلم، يعني لا الأمين العام للحزب يتكلم ولا نائب الأمين العام ولا ناطق رسمي باسم الحزب ولا أنت ولا غيرك. لا لا نتكلم اسمح لي أنا راح نقول لك على الأقل. لا لا معليش القيادات القيادات أنا قلت لك القيادات الحقيقية المناضلين الحاملين الرسالة اللي راحوا أقصيوا وأبعدوا، كاين دخلاء وكاين أصحاب المصالح. صاحب المصلحة عمره ما ينتقد. من المسؤول عن هذا؟ كنا مسؤولين. من المسؤول؟ كنا مسؤولين. علاش كنا مسؤولين؟ لأن فتحنا الأبواب على مصراعيها من هبة ودبة يدير السياسة وعامل السياسي، وخاصة إذا شفنا في البرلمان، وربما البرلمان السابق قيل فيها وقيل وقيل، إذا كان نائب ما يفرقش ما بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز ما يعرفش كيفاش يخلق، لأن هذه الأشياء زيادة في الأسعار ما المفروض أن النائب البرلمان هو الذي يشرع لهذه القوانين طبقا للدساتير. أنت غدوة إذا عندك معارضة تعارض الشخص يعني راحت من حاجة الأساس وراحت لي وما تعرضش برنامج، أنا غدو نقول لك برنامج تاع الفنان ولا برنامج تاع حزب ما يعجبنيش ما نمشيش معه، نعرضك كبرنامج ما نعرضكش كشخص شويل قصير. ربما تصرفاتك تصرفات الشخصية تبقى تصرفات شخصية، الذات اللي خلقها لك ربي تبقى، ولكن أعطيني البديل. ما هو البديل؟ ما هو البديل يا معارضة؟ أنت يا المعارضة راكي تقولي باللي الدعوة ما تمشيش ومنها، أعطيني بديل. كاين بدائل، أعطيني بديل. كاين البديل هذا اللي البديل اللي راح تعطيهولي ما يكونش بديل. اسمع ما يكونش بديل انتقاد الاشخاص، يكون بديل لبرنامج. قال انت برنامجك تفضل وعلي راني ما عجبنيش. تفضل حسن عندك حق ولكن ليس كل الحق في معليش سي نورمال كنت تعطيني كل الحق. ربما يعني عندنا 58 حزب سياسي في الجزائر، 65 وقيله، وهذا امر غير عادي. تقريبا 60 حزب. نعم 60 حزب، وهذا امر عادي. خليني نكمل. يعني غالبيتها مفبركه من طرف منهم، من طرف الاداره الدوله، لا تعبر عن تيارات فكريه سياسيه ايديولوجيه داخل المجتمع.
دورها تمييع الحياة السياسية تمييع العمل السياسي الصحافة. هناك على الأقل 5 إلى 6 تيارات فكرية كبيرة في المجتمع ممكن تعبر عليها. شكون مثلا؟ المشكل الكبير انه ما خليناش ناسوا احزاب على اساس تيارات فكريه ايديولوجيه من عائلات سياسيه اسلاميه وطنيه. هذا التقسيم الاسلامي الوطني الديمقراطي تقسيم غير صحيح. هناك احزاب تنتمي ما يسمى بالعائلات الايديولوجيه الكبيره، هناك احزاب يساريه، هناك اشتراكيه ديمقراطيه، هناك احزاب الوسط، هناك احزاب ليبراليه. لما تقول حزب وطني قول لك على الار ان دي ولا فلان حزب وطني، معناتها الار ان دي ماهوش حزب وطني، ما حد موجوده بالجزائر، مش حزب اسلامي شعبويه. مشكل كبير ونقص. المشكل الثاني لا تنسى انه هناك يعني في الجزائر احزاب ذات طابع اسلامي واحزاب ذات طابع ثقافي. الار سي دي ليس ثقافي، لا اللحظه ثقافي ربما حتى اسمه ثقافي صحيح في الاسماء، ولكن عندما تقرا مثلا برنامج الار سي دي برنامج ممتاز. عفوا حسن موالي، نعم معلش تخلص الفكره، انا خليك تواصل الفكره. الار سي دي والفيس وحتى بعض الاحزاب الاسلاميه تتناقض مع الدستور. لا لا ما فيما يخص ولكن برامج الار سي دي قريته. لا 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 كيف لا، ما تقدرش تقارن الار سي دي والفيس. الار سي دي بالفيس لماذا؟ لا لا الفيس هو حزب فاشيستي. لا 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 لسنا حسن، انا يسعى الى الغاء اسم مبني على ثقافه. عفوا حسن، انا لست بصدد الدفاع او الانتقاد، انا بصدد الحديث عن احزاب وعلاقتها بالدستور. كلا الحزبين يتناقضان مع الدستور. لا لا هذا واضح. فاش الدستور لا ينص لا يجيز ظهور احزاب على اساس ديني وعلى اساس ثقافي، ولكن ليس على اساس ثقافي. الار سي دي واسمه التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه. الدستور يمنعه، ولكن البرنامج اذا اردت ان تجيز الار سي دي غير الدستور. اما ما دام الدستور قائم يجب. لماذا المشرع ما غلقش ما حبسش؟ اسال المشرع مش انا. لا اسال المشرع. تفضل حسن وائل، هذا ملاحظه فكره، ولكن ما نغلقش القوس هذا. تفضل. لحد الآن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لا يتناقض مع الدستور. البرنامج تاعو البرنامج تاعو ليس مؤسس، غير مؤسس على مسألة هويتية أو عرقية أو دينية. هويتية نعم. لا ماهوش لا لا لا، كل الأحزاب لحد الآن طورت وخلات أنا تتقبل وتدافع على الهوية الأمازيغية. يعني بعد ما حكر لا لكن هناك قرار سياسي فوقي خلت كل الأحزاب تصطف وراء هذا المسألة. ليست عن قناعة، لأنها منذ سنوات لا تحارب النوايا حسن، ولكن ما نحاكمش. لا لا مش نوايا، لا مش نوايا، لأن معروف موقف تاعها من قبل. من نصرة مثلا ضد. خليني نغلق القوس، ولكن هذا الدستور، خلينا نغلق القوس، احترام الدستور، خلينا نغلق القوس. ولكن ربما الأحزاب ممكن في تصورها للقضية المجتمعاتية لكيستيون سوسيتال، ما عندها مواقف، عندها آراء في هذا الشأن. ربما يقول لك نحن مجتمع يدافع عنده هويته متفرعة إلى 3-4 أقسام، ولكن هي يعني لخصنا في الأمازيغية والعربية والإسلام. يعني هذا التقصير في الهوية الجزائرية. الهوية الجزائرية أكثر غنى عن هذا الركائز الثلاثي. نحن دولة إفريقية، مجتمع إفريقي متوسط، فيه ديانات، فيها أكثر من ديانة واحدة، عندنا ديانة واحدة، الأغلبية الساحقة. لا لا هذه أغلبية الساحقة، لا لا، ولكن في التصور المجتمعاتي كاين بعض القضايا، الحرية الدستور الجزائري حتى ما عندناش وزارة الدين الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية. وفي الدستور الجزائري يعترف بوجود ديانة مسيحية وعندها ممثلها الرسمي، وعندنا ديانة يهودية وعندها ممثلها الرسمي، ووزير الشؤون الدينية يتحاور معها. صحيح. حبيت برك نقول حاجة، أنه الهوية المجتمع ما نغلقوهاش وما نحصروهاش في بعض العناصر، حتى الهوية تتطور. يعني
ما تبقاش ماشي نفس الهويه اللي كانت في القرن ال15 واللي كانت القرن 16. مش هذا القرن 16 مش هذا النقاش متفق عليه. مش هذا النقاش خلاص الفكره فاتت ما رقم فكره. لا 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 غلق الجزائر. هذا الشيء هذا فقط على الاحزاب. كل احزاب كل احزاب سياسيه. روح الاحزاب روح الاحزاب. الموضوع الرئيسي حبيت برك نقول انه بالاضافه الى وجود 58 حزب سياسي الغالبيه نتاعها مفبركه وما تعبرش عن تيارات موجوده داخل المجتمع، هناك تسيير اداري للعمليه السياسيه في الجزائر. لما انت مثلا حزب سياسي ما نقولش لا معارضه او في الائتلاف الحكومي، حزب سياسي لما يجي ينظم نشاط سياسي الاداره تصريح لازم له تصريح لازم يقول له واش هو الموضوع اللي يعالجه. في بعض الاحيان يقول له مدوا القائمه الاسميه الناس اللي تحضر. هذا ما يخليش الحزب السياسي يشتغل بشكل عادي، هذا عرقله للعمليه السياسيه، وهذا موش لا في صالح الحزب لا في صالح الاداره لا في صالح الحكومه ولا في صالح الدوله. لانه لما الناس تخليهم يبتعدوا عن الممارسه السياسيه عن العمل السياسي وعن الاحزاب السياسيه راك تخلق مجتمع خطير. صحيح. وين يروحوا للشباب؟ ما يروحوش ينخرط في تجاره وفي هذا الشيء. هذا نشاطر فيه علاش؟ تسمح لي علاش؟ انا نشاطرك فيه علاش؟ العزوف نتاع الشباب للعمل السياسي هو هذا، لان تقيدوا تقول له انت كي تجي لازم يكتبوا اسمك ولازم هذا. خليني نكمل العمل السياسي. خليني نكمل. الله يخليك. خليني نكمل باسكو منذ نهضر تحبسوا لي الفكره تاعي. لما يكون حزب مناضل جزائري مواطن جزائري عنده يتمتع بكل حقوقه المدنيه، مناضل في حزب سياسي يروح في يطلب منصب عمل في مؤسسه معينه يقول له ما تدخلش هذا ديروا له كروار وجي لي بلاك ليستي لانه ماهوش في حزب سوبفيرسيف. رغم ان الحزب هذا معترف به في الدستور مشكل كبير وحنا ندفعوا بالشباب في طرق اخرى. وين يروحوا لك؟ يروحوا في لا فيولونس، يروحوا في لا دروغ، يروحوا في لا كريميناليتي، يروحوا في التيارات المتطرفه، وهذا ربما لا يضر الجميع مش فقط الحزب. لهذا المطلوب انه السلطه او الحكومه او الدوله او السلطه السلطه الدوله خليها السيستم دو بوفوار بشكل عام المجموعه الوطنيه يكون قوي لما تكون احزاب سياسيه قويه. يعني حتى الاحزاب الموجوده في الائتلاف الحكومي اللي هو في الحقيقه باش تكون ائتلاف قوي. خليني نقول لك لا لا هل لا لا كاين حزب لا لا سياسي راه يدير تكوين المناضلين؟ خليني نقول ما كان حتى حزب. خليني نكمل الفكره. خليني نكمل الفكره سيد الوزير. تفضل. لما تكون احزاب حتى في الائتلاف الحكومي اللي هو ائتلاف غير طبيعي سيت اون اليونس كونتر ناتور، ما واش يخلي الحزب مثلا ار ان دي ام بي ا في وقت من حمص. في وقت مع حمص متفق على واش تخلات على البرامج نتاعها متفق على برنامج واحد وكل واحد يعطي تفسير الخاص بالبرنامج اللي هو برنامج اسمه برنامج رئيس الجمهوريه. فبالتالي تخلي الناس لما يجي في وقت الانتخابات يقول لك كل كيف كيف كاع كيف كيف على باش نفوتوا لانه لا تسمح لي معليش عفوا انا عندي فكره نزيدها باش تكون مليحه درك انت اسمح لي سيدي حازم عفوا انا نطرح سؤالين برك. هل احزاب سياسيه حاليه كونت مناضلين حقيقيين؟ ما كانش. هل احزاب سياسيه قامت بعمل جواري؟ ما كانش. حتى الجامعه الصيفيه اللي كانت تدير احزاب سياسيه وقفوا على بالك عندنا عامين عندنا عامين ما كانش. انا ما كنتش مطلق في الحكم ما كنتش مطلق في الحكم يفون نيونس كاين كاين عفوا حسن اسمح لي يفون نيونس. اعود الى 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 التدخل الاخير تاع حسن وانا وشاطر شاطرك الراي في نقطه مهمه وهي انه لا يجب على الاداره ان تدير العمليه السياسيه لانه العمليه السياسيه يديروها السياسيين ومناضلين رجال السياسة. لا يمكن أن نطلب من شخص مهما كان أن لا يقوم بالعمل السياسي لأنه بلاك ليستي إلى آخره. الجهة الوحيدة التي تمنع الشخص من ممارسة السياسة هو القضاء. لما القضاء ينحي أو يمنع أو يسقط الحقوق المدنية والحقوق السياسية عن شخص ما يصبح ممنوع بسلطة القانون على ممارسة السياسة. على ممارسة عفوا هذه نقطة واحدة. نقطة أخرى وهذه يجب أن نهتم بها أيضا الحزب السياسي لأنه يجب أن نبقى في إطار الحلقة. الحزب السياسي عنده برنامج نظام داخلي وهدف تاعه هو الوصول إلى السلطة. يعني أريد أن أتطرق إلى هذه النقطة، كيف يتم التعامل مع حزب غائب؟ وأيضا كيف يتم تمويل هذا الحزب؟ من أين يتم تمويل هذا الحزب؟ هل الدولة هي اللي تعطيله لأنه عنده نواب في البرلمان؟
هل رئيس الحزب من اين يتلقى امواله؟ من اين عنده راتب املاك؟ كيفاش عايش؟ معليش نجاوب، معليش نجاوب. وربما سيم اللحلي هو كان مسؤول في حزب سياسي لانك وكان وزير سابق وكان مسؤول في حزب سياسي. معليش تعرف هي العمليه بسيطه، كل الاحزاب السياسيه في القوانين الداخليه يقول لك التمويل لكوتي اشتراكات المناضلين، دعم الدولة عن طريق البرلمان اللي عنده تمثيلية برلمانية، وهناك لي دون الهبات. ولكن عند بعض الأحزاب جت ظاهرة جديدة تجيب دراهم من الخارج، هناك دوطر سورس دو فينونسمون. وشنو هي؟ أنه يكون واحد حب عنده الشرعية المالية، حب يشري شرعية أخرى، شرعية مش في المجتمع سياسية، شرعية برلمانية، يروح يشري مرتبة. وهذا باعتراف مسؤولين في الأحزاب نفسها، يقول لك جا فلان مد 5 ملايير ودا المركز الأول في القائمة الفلانية في الولاية الفلانية. فأصبحت الأحزاب تخلات على دورها الفعلي. لهذا نجد مثلا الأحزاب الموجودة في الائتلاف الحكومي غير قادرة عن الدفاع عن برنامجها الحكومي، لأن ما عندهاش مناضلين. لما تجي نصوتوا على برنامج ونفس الأغلبية البرنامج تصوت على برنامج يعاكس البرنامج اللي صوت عليه في ظرف 3 أشهر، مشكل كبير. لأنه في الآخر ماذا؟ في الآخر أنه الحزب هذه النواب المسؤولين مش منخرطين، مش مأمنين بالبرنامج اللي تصوت عليه، مشكل كبير. وهذا لا يساعد حتى السلطة السياسية. هذا في حسن عباك تطرق لك الموضوع هام وهام جدا. كاين المناضل من أجل الوصول إلى البرلمان للدفاع عن الرسالة وكذلك عن مبدأ وموقف الحزب، وكاين الشخص اللي بأمواله يصل إلى البرلمان، وعندما يصل إلى البرلمان هو دفع أموال طائلة، فمن حقه استرجاع هذه الأموال عن طريق هذه العلاقات الخاصة. لأن ما هو دور النائب؟ اللقاءات مع الوزراء للقوانين. في بعض الأحيان أنا قلت لك قبيلت 20 نائب يقدر يغيروا القانون. إذا شفنا البرلمان الجزائري حوالي 190 ولا 180 تمويل أحزاب. أنا ذلك سألتني سؤال حول تمويل الأحزاب. قوانين نتاعنا هايلة، أمورنا هايلة، ولكن طريقة الالتواء كما قال لك سي حسن هي اللي خلات ضعف حتى الحزب. الحزب عندما شخص يجيب لك 5 ولا 6 ملايير غدوة يا خويا روح دير تقول يا خويا خرقت القانون الأساسي والنظام الداخلي، دير واش حبيت، تعديت على وزير دير واش حبيت. تعرف هاو الأخطاء اللي لحقنا فيها؟ واش خلقت داخل الأحزاب؟ واش خلقت؟ خلقت ما يسمى بالزبونية. الزبونية يعني الديكليونتيل داخل الأحزاب. هذا ولات الإنسان. أنا مثلا جيت بأموالي للحزب وعندي أموال، غدوة كي تهضر معايا نقول لك شكون انت مناضل بسيط ما عندكش مام با باش تبات في اوتيل ولا هذه. هذه الاشياء خلقت داخل الاحزاب السياسيه وخاصه اللي والحقوق في السلطه، ان خلقت مجموعه المناضلين النفوذ من شبه المناضلين واصحاب المال. درك هنا ما تقدرش انت كحزب سياسي تسيطر على مناضليك. علاه في بعض الاحيان كاين تمرد داخل الاحزاب؟ وانت لاحظت احنا رانا في الجزائر كامل عايشين، حتى الاحزاب اللي تدعي مثلا وتقول احنا واحزاب اسلاميه وعندنا نضال وعندنا، عندما تجي الانتخابات تروح تجيب واحد والله هذا ناس ملاح ولبس به ويصدق ويبني المساجد ويدير وعنده دراهم. شوف الكريتير، عنده دراهم ولاباس ولد فاميليا ويبني المساجد ويدير ويصدق. واحد تقول له هذا حناشي دكتور ديتا صحافي لاباس به عنده افكار باش يروح باش يبعد، يقول لك واش نديروا به؟ واش راح يجيب لنا؟ يقول لك هكذا واش راح يجيب لنا؟ هنا العزوف اللي الشباب باختصار لان الوقت الشباب التمويل تاع الاحزاب. انت تعرف باللي كاين قانون على كل نائب عندك مبلغ مالي يدخل لك من خزينه الدوله. الاحزاب كما لا فنان ولا راندي على ما اظن انها عندها كافيه بمداخيل الاخر. الاحزاب اللي ما عندهاش في البرلمان عندها ربما كما قال هبات ما عند الدوله في بعض الاحيان، اشتراكات الاشخاص. لان حتى هذه الهبات ما تروحش انت تروح تمد 20 مليون للحزب تقول انا، لازم تكون جيستيفي كما لي سيفونسيون دو ليتا ولا لي سيفونسيون ولا لي سبونسور. تروح تجيب ان كاشي، انا غدوه عطيت مليار للحزب لازم نكون على بالي باللي منين دخل هذا الحزب هذا. هذه الاشياء هذا خلات المناضلين الحقيقيين والشباب الناس العزوف هذا العزوف السياسي. بكري كان العزوف انتخابات، درك ما كاينش اللي يمارس سياسي يقول لك اعطاني. لا لا الناس هناك عزوف. علاش هناك؟ لحظه باختصار يعني هناك البعض يجوا للانتخابات
خاصة في البرلمان لشراء الحصانة البرلمانية. أكيد كثير عندهم ديزافير، عندهم يخافوا من المتابعات القضائية فيجي للبرلمان باش يحمي روحه. كاين حالات تعرف أنت مثلا في الأراندي؟ كاين في الأحزاب كل مش غير الأراندي، لأن بعض الأشخاص العدالة وشي العدالة؟ العدالة إنك إذا كان ارتكبت جرم تروح العدالة وتصفي أمورك وراه المشكل. والإنسان اللي مارس السياسة لازم يدير في باله هذا الشخص اللي مارس السياسة معرض أنه يروح للسجن على مواقفه، معرض أنه يتعرض إلى أشياء حتى لأخر سياسية. القانون العام، القانون العام، واحد يدير جريمة، واحد يدير رشوة، واحد شوف كل نعم. جزائري عندما يخرج من دار ولا أي شخص هو أون ليبرتي بروفيزوار، أنا واش نسميها أنا. وأي واحد يحب يحترم حاجة بلاده، أبسط شيء اللي كما قالك احنا ماناش ابسط شيء قانون المرور ماناش نحترموه، ما بالك نحترموا قانون اساسي الاحزاب. لو كان جينا نحترموا قانون اساسي الاحزاب والنظام الداخلي للاحزاب وحتى الكار البطاقه نتاعك تاع النضال، عندما تقول انا عندما نكون مناضل 5 سنين باش نكون في المكتب الولائي، 5 سنين باش نكون في الاخر، تتدرج سلم تدرج غدوه يفوت واحد. احنا عندنا صرافي بن عكنون، واحد جاء زياره مجامله الى بن عكنون اصبع عضو مجلس وطني، زيارة مجاملة إصبع عضو مكتب وطني. هذا عضو مكتب وطني ولا عضو مكتب سياسي لازم يكون عنده نشاط وخبرة وكلش. ولات هذا الصفة هذه تتمد على أساس المجاملات. نقطة فقط. أريد لحظة نرجع لك نعطيك كلمة. سؤال نعم. سؤال لك حسن موالي، بعض الأحزاب اللي غالقة مقراتها ورؤسها غايبين، يعني كيف تشوف مصيرها أنت؟ تطالب مثلا أنت مع توقيفها مع كيف تصرف معها أنت؟ شخصيا يموت وحده حزب سياسي يموت وحده. هنا الآن هناك على الأكثر 10 أو 12 حزب سياسي يعني محترم، نقوله محترم مثلا يعني لو طلبت منك تقول هذه الأحزاب ممكن تعطيها أنا بأجالة يعني مثلا هناك أحزاب ما نشفى مثلا لو بيبل ارينوي توسا لي سيغل سي انكرويابل، مي انا ما نخليش مثلا ما يجيش التلفزيون العمومي يهضر في التلفزيون العمومي، حتى الاعلام الخاص ما يهضروش معاه. اذا كان عندك تمثيل شعبي تمثيل في المجالس عندما تجيب 0% مثلا خلاص يزول وحده. خلينا حسن البلد الوحيد، البلد الوحيد حسن والله غير البلد الوحيد. انا نقول لك حاجه كما في السياق، معليش خليه تجيب 25 ولي كارت وتدفعهم. كيفاش حزب سياسي؟ احنا اسمع، احنا في 4 نتحدى ايه في 5 مع السيد والسبع اللي كان درك نعطيو في 5 دقائق نعطيو 10 رؤساء احزاب والله ما نعرفهم. تعرف قال لفلان لارندي حماس، ما تعرفش الاسم نتاعو، ما تعرفش الميول نتاعو، ما كانش قليل فشادي عندك حقنا الوقت. اسمع عندنا الوقت حتى رؤساء الجمهوريه عندك سيرفيس سيكريتي، رؤساء الاحزاب ما تعرفهمش، كيفاش تعرف مناضلين؟ تفضل حسن مالي. كاين في كل ولايه في كل بلد كاين الام يا اخي، الام العسكري كاين يعرفوهم. انت كيديروا عليك اونكيت دابيليتاسيون باش تبو مثلا منصب في دوله، يا اخي يجبدوك حتى وين خريت في بريما يبقى فرصة فيك لي بارتي احيانا ماذا تدخل. لا 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 ولكن لا ولكن لا ولكن ماذا هذا تشير عسكري للأحزاب ولا ولا لا ماذا تشير عسكري؟ لا 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 اسمع الحزب السياسي، اسمع خلينا نهضر الحزب السياسي هو التجذر تاعه مع المواطن. الى ما عندكش الى ما درتش كونغري جو نو بو با كونسيفوار ان بارتي بوليتيك ما درش كونغري ما درش ريونيون يدير حزب سياسي سي با بوزيبل. شحال راه مش يديروا مناظرين، راه يروح يجيب مناظرين، حتى رئيس الحزب ما عندوش مناظرين يروح البن عكنون انا نعرفهم وشهاده ويروح يجيب طلبه يجيب طلبه من جامعه هذا ويدير بهم الكونغري. هذا اللي رندي لا اسمع لارندي على الاقل بعض الاحزاب، انا قلت لك لارندي على الاقل عنده مكاتب ما نقولكش كل مفتوحين، بعض الاحزاب عنده كورتابلا ونهار الكونغري واش يدير؟ يروح ليزيتيديون يقولوا حمالديك اعطيني لاكارت نتاعك واحضر معايا نص ساعه وروح تروح يا خويا دبر راسو. ولكن انا حبيت نقول كلمه ولا لو سمحت احنا شيء على فيما يخص هذا العباد اللي ما عندهمش حتى علاقه بالاحزاب ويدخلوا باسكو عندهم دراهم عندهم نفوذ. ما يجري في الافلان هذه الايام الاخيره، يعني تم فصل 15 عضو من المكتب الوطني سياسي
ولا البيرو سياسي اعضاء مكتب سياسي بيرو بوليتيك بيرو بوليتيك وجابوا واحد اخرين كي نون ريان افوار ابارامون افيك لو بيرو بوليتيك الوغ سي لو كوميتي سونترال اللجنه المركزيه هي التي نورمالمون يوجد اعتقد واحد فقط اللي ما عندوش عضويه اللجنه المركزيه والاخرين عندهم ولكن ولكن لازم يتزكوا من طرف اللجنه المركزيه ولكن الامين العام تاع الاف ال حسن والي حسن موالي عفوا لانه حسنين ساعطيك الكلمه فورا اريد ان اتدخل في هذه النقطه يعني الاف ال رغم الانتقاد الكبير للمجرب حزب كبير في الجزائر يعني لا نختلف على هذا انا اريد ان اقول جهاز ليس حزب نعم انا اراه مثل ار ان دي انا اراه حزب عنده قواعد نضاليه تقليديه لا ولكن لا 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 هي وجهاز يا احنا معليش هذا رايك احترمه وهذا رايي الاف ال بالنسبه الي حزب قواعده كلاسيكيه فيها بعض المجاهدين قدماء المحاربين والمناضلين القدماء أحاول أن أعطي قائمة لبعض الأحزاب التي يمكن اعتبارها أحزاب فيها شيء من الأحزاب وشيء يعني من النضال أذكر مثلا وبدون تحيز لأنني أنا لست متحزبا ولست من أي أنتمي إلى حزب أذكر الأفلان أذكر الأرندي أذكر حمس أذكر البيتي حزب العمال أذكر الأففاس أذكر الأرسيدي أذكر طلع الحريات أذكر الجيل الجديد أذكر الإصلاح أذكر بعض الأحزاب الإسلامية أذكر حمس يعني تواجد إعلامي يعني تقريبا لا تواجد لبعض الأحزاب تواجد كبير أو صغير ولكن أحزاب موجودة لكن غير متجذرة في الوطن يعني بس تسمح لي موجودة وعندما تروح الانتخابات الانتخابات ما تقدر تجيب 240 إمضاء لأنه طلع الحرية تقدر تجيب على طلع الحرية هل الحزب اللي يعجز أسمح لي عفوا لا حماش تركني الحزب اللي يعجز باش يقدر يدير قائمة تاع بلدية يقول كان حزب سياسي مثلا حزب طلع الحرية أنا أحترم سيد مفلس عجز في الانتخابات الأخيرة على الفوز ببعض البقاءات العادية يعني ضعيف في كثير بون لا أعرف سبب هذا الضعف رغم أنه متواجد إعلاميا في بعض الصحف ساكن في بعض الصحف ولكن في الواقع غير موجود هذا توصيف لسنا بصدد اتخاذ موقف ولكن هذا توصيف موجود صحيح. حسن أريد أن أوجه هذا السؤال لحسن وعلي بعض رؤساء الأحزاب من الذين ربما يميلون إلى التيار اليساري لا يظهرون إلا في الانتخابات ليس التشريعية أو المحلية يظهرون فقط في الانتخابات الرئاسية ربما أنت تفهم ماذا أقصد مثلا رئيس حزب أحترمه أنا أيضا مثلما يجب أن أحترم كل الناس لا يظهر إلا في كل 5 سنوات لمدة شهر أو شهرين كيف تريد أن أعطيك الاسم؟ معليش أنا مدك الاسم أعطيني الاسم لو سمعت كيف تصف مثل هذا السلوك السياسي؟ قبل ما نجيب على السؤال لابد من توضيح نعم قلنا من هو؟ لا أنا دوك نقول كل الأحزاب نسمي كل الأحزاب أعطيني هذا الأشخاص رؤساء الأحزاب ولكن لابد من توضيح نعم. نقطة مهمة أولا ما كاش حزب كبير وحزب صغير في المفهوم عنده السياسي مو حزب. لا لا في المفهوم السياسي هناك حزب أغلبية وحزب أقلية والحزب الأقلية ممكن يكون حزب أغلبية والحزب اللي عنده أغلبية في ديمقراطية يعني يتحول إلى معارضة ممكن يكون في الحكومة عنده أغلبية يكون في الحكومة يتحول إلى معارضة الشيء المعروف في كل الدول المجتمعات الديمقراطية الحاكم بين الأحزاب مش الامن العسكري او البوليس يروح يدير ديزونكيدابيليتاسيون على الاحزاب يراقب الاحزاب الامن ما يراقبش الاحزاب فيما يخص الاجراءات الاداريه مش الامن اللي حكى اللي تبع الاحزاب في الاجراءات الاداريه هناك قانون واضح قانون اساسي ولجنه الانضباط تاعها ترضخ للقانون ما ترضخش للقانون وزاره الداخليه تحرك القضاء تلغي لا جوستيس ممكن تلغي المؤتمر ممكن وشفنا بعض المؤتمرات الغيت في الليل تفكروا كل جمعيه تفكر 2003 الحاكم الوحيد هو الناخب في اطار عمليه ديمقراطيه في انتخابات شفافه نزيهه في المدينه الفاضله يعني مش مدينه فاضله هذا هو لازم يكون هذا كيفاش تطلب انتخابات شفافه تكون مدينه الفاضله سي با بوسيبل انتخابات شفافه انتخابات ديمقراطيه مش فاضله مش مستحيل نعم سي بوسيبل لا لا ما نقولش مستحيل لازم نوصلوا ليه لازم نوصلوا ليه لازم نبدلوا الذهنيه لازم لانومالي هذا الوضع اللي رانا فيه هذا الوضع اللي رانا فيه غير عادي غير عادي ولكن مش مستحيل لازم نروحوا ليه وهذا في صالح ممكن نجاوبك على الاحزاب اللي ذكرتها اعطيني انتهى الوقت اعطيني الاسماء والاحزاب
الاحزاب تراجعت، تراجعت لعده اسباب. تحكي لي مثلا على الباكسلي ولا الام دي اس، كان حزب قوي في عهد بومدين، تحالف لانه سرية. لا مش لانه سرية، لا لا الباكس، الباكس كان شبه سري، كان مسموح غير مرخص ولكن مسموح، كان قوي اسم نتاعو، كان مرتبط بفتره تاريخيه معينه مع زالت البومدين، يا راح الحزب اندثر. هناك احزاب صغيره بالمفهوم انه ما لا تسعى الى الوصول للحكم. نذكرك حزب مثلا البارتي سوسياليست دي ترافايور بيست، ما يهموش يوصل للحكم، فبالتالي ما يهموش انه يكون عنده قواعد شعبيه ويشارك في الانتخابات وتو وينشر افكار. لا ماهوش، هو يقول لك في التصور تاعه في مثل الحزب، حتى عند الويزا حنون مثلا الحزب حزب العمال، تصور تاعهم انه مش الوصول الى السلطه التحكم في السلطه السياسيه فقط، لازم لابد من التحكم في كل السلطات، السلطه الاقتصاديه، السلطه الاجتماعيه، السلطه الثقافيه. فبالتالي عندها تصور واحد اخر للنظام، للمفهوم اللي وقت البرنامج نتاع حزب. ما عطيتليش الاسم تاع الشخصيه التي لا تظهر الا في الانتخابات الرئاسيه، شكون هذا؟ عند على غالبية الأحزاب تظهر، لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية الرئاسية. الرئاسية كان بن فليس بن بيتور قاع معروفين. نذكر مثلا عهد 54 يعني يظهر فقط كل خمس سنوات يعني برك فقير ولا عنده يعني سيد فوزي رباني، ولكن البوليتيك ما سي با اونيك مو على انس المحترم على كل حال. المهم سي با لو سول ني با لو سول ني با لو سول 40 او موي في با لا بيرسون على كل حال. تعرف لنترك الناخب، لنترك المواطن الجزائري حرية الاختيار يحكم، لنترك الأحزاب تنشط بكل حرية، لأنه نترك الأحزاب تعبر عن آراءها، نخليها تنشط بشكل عادي، فالحكم يكون الناخب في مراحل انتخابية. أنا متفق معك نصف دقيقة، أنا نعطي كلمة بركة. عندما تكون الديمقراطية داخل الأحزاب، لأن بعض رؤساء الأحزاب عشعشوا كلمة عشعشوا، لان تلقاه منين دار الحزب والرئيس والرئيس ويحيى، لا لا ويحيى وغير ويحيى، عندما تكون ديمقراطية لان داخل الحزب، عندما تكون الديمقراطية والتداول داخل الحزب، لان نفس اعضاء مجلس المركزية نفس اعضاء الاخر. انا نعرف اشخاص منذ تاسيس الارندي، منسق ولائي، نائب الرئيس، دائما يتداول. ها عندما تكون عندك ديمقراطية داخل الاحزاب، احنا بعد نديروا احزاب سياسيه بمعنى الكلمه. الاحزاب السياسيه الان اصبحت كما قال سي حناش، نعاود ناخذ دكاكين هي تشتغل، هي مرآة في ربما في الدوله وفي بعض الاحيان ظهورها في الا تتكلم بوحي من المواقف الشخصيه يعني العلو وحي الوش لانه لا 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 وزلت من انا تخصين محمد يحيى. شوف انا لن اغير، انا لن اغير ولن أتغير، أنا سأبقى مناضل في التجمع الوطني الديمقراطي إلى غاية وصولي كأمين عام، ولو بعد 20 سنة إن كان في العمر بقية. أنا مانيش تاع زفارة، أنا لو كان حبيت، كان حبيت نكون في لارندي ونكون قيادي، ما نترشحش ضد ويحيى. وأنا تعرف مليح باللي قانون الإعلام تاع 97 عندما جاء قانون الإعلام، أنا من لارندي اللي رفضت القانون وخرجت درت مسيرة، وإلى إلى إلى يومنا هذا أنا سلكت 20 سنة، ممكن نزيد نسلك 20 سنة. أنا عندما مارست سياسة ما مارستش سياسة الحمامة، أنا مارست أنني نكون مناضل حقيقي ونلحق بفضل نضالي وليس بفضل مجاملات ومدهنات سياسية. شكرا لك. ربما نقطة أخيرة بسرعة 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 لأن الوقت انتهى، نقدر نختصر الطريق من بلوغ الأهداف النبيلة، الديمقراطية، تحقيق تداول في السلطة، نخلي بعض الأحزاب تمارس التجارب تاعها في الحكم. الافاس اسمح لي، الافاس دار تداول داخل الاخر. انا الافاس كل ست شهور عامين. خلينا نقول حاجه، زيد نقطه نقطه اخرى، انت خلينا نهضروا، لازم تشوش علينا انت. نهار كامل تكتب السلطه. فقط حبيت نقول برك انه ممكن نختصر الطريق وتكسب المجتمع الجزائري يكتسب والديمقراطيه تفوز في الاخير، ممكن نخليو الاحزاب تنشط، ممكن نخليو الشباب ينخرط في الاحزاب السياسيه، وهذا في صالح من؟ في صالح الجميع. صح صح.
ومالي زيد كلمة في نفس السياق على كل حال. أظن أن الدولة هي الأحزاب السياسية هي المرأة عاكسة للدولة الجزائرية، تسير طريقة تسير الدولة الجزائرية. إذن يجب دمقرطة العالم العمل السياسي وأخلاقته من طرف الدولة. الدولة هي التي يجب أن تبادر إلى إرساء قواعد الممارسة السليمة للديمقراطية والتداول على السلطة، وهذا سينعكس حتما على يعني الأحزاب السياسية وكل أطياف المجتمع المدني. مليحة مفهوم الديمقراطة وأخلاقية العمل السياسي. نتمنى أنا أريد أن أختم هذا الحلقة هذه بتمني أمنية أن تتغير الأحزاب السياسية وتصبح تتحول من دكاكين تتغير هنية الأحزاب السياسية إلى أحزاب سياسية متجذرة عندها قواعد شعبية وعندها برامج بديلة للبرامج المطروحة، وأن تقنع الناس ببرامجها ولا أن تريد أن تفرض نفسها يعني وتجعل من الشعب جسر أو بوم للوصول إلى السلطة. أتمنى أن نكون قد ناقشنا جوانب مختلفة من هذا الملف. أشكرك سيد بالقاسم ملاح وزير سابق ومحامي وأحد مؤسسي الـR&D. أشكر حسن موالي صحفي المستقل، وأشكر الحسن الثاني حسن وعلي صحفي بيوميت الوطن. أشكركم أنتم أيضا المشاهدين الكرام، على أمل اللقاء بكم في عدد آخر من كلام آخر. السلام عليكم.